شخصيات مهمة وقادة وصناع رأي ودبلوماسيين كانوا حاضرين في الجلسة الافتتاحية وموجودين لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. برضو ليندا عملت لقاء مهم جدا امبارح مع سيد روث كوكس وهو نائب المجلس الثقافي البريطاني. هنروح نتابع هذا اللقاء ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. منتدى شباب العالم ومعنا روث كوكس نائب المجلس الثقافي البريطاني بسفارة انجلترا. والحقيقة يعني ان سفارة انجلترا مشاركة في جلستين مهمين. We're very delighted to have you with us, Mrs. Roth. Hi, nice. It's really exciting to be here. It's my first time ever at this conference. I'm really very delighted to have you with us here today as well. Thank you very much. Now the British Embassy will be participating in two panels. One entitled From Glasgow to Sharm el-Sheikh, Combating Climate Change. Could you please tell us a little bit more about it? Yes, so هذه أول مرة أحضر هذا المنتدى. ممتنة أن أكون هنا وأمثل سعادة رئيس الوزراء البريطاني في هذا المنتدى، وبالطبع أتطلع لحضور كوب 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ هذا العام، ونأمل أيضا أن يضم كافة المهتمين بتغير المناخ. منتدى شباب العالم يمثل رؤى وتبادل أفكار بين كافة المشاركين، ويجمع صناع السياسة والمفكرين ليروا بأنفسهم كيف يمكنهم أن يفيدوا مجتمعاتهم ويقودوا بلدانهم في المستقبل. لقد أثرت جائحة كورونا على المشهد الدولي بصورة كبيرة، وهذا المنتدى فرصة لكي نجتمع مجددا.